تحية طيبة للزملاء في الأخبار. انطلقت اليوم أعمال معرض أربيل الدولي للاستثمار والعقار في إقليم كردستان بنسخته الثالثة. هذا المعرض تم افتتاحه اليوم من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان بمشاركة واسعة بلغت 138 شركة أجنبية ومحلية من 12 دولة بالنسبة للشركات الأجنبية. يبدو أن هذا العام شهد يعني مشاركة من قبل الشركات المحلية بشكل أوسع وأكبر، وأيضا شهد حضور محافظين لعدد من المحافظات العراقية في كمحافظة نينوى، وبقية الشركات أيضا العراقية القادمة من بغداد إلى إقليم كردستان إلى أربيل تحديدا. للحديث أكثر عن الشركات المشاركة في إقليم كردستان وفي هذا المعرض تحديدا سينضم إلي السيد الدكتور إبراهيم كمال للحديث عن مشاركتهم في هذا المعرض. أستاذ إبراهيم، يعني هلا حدثتنا عن رؤيتكم لهذا المعرض في بنسخته هذا العام. والله احنا كشركة حاجي حسين للاستثمار والتطوير العقاري نسعى من خلال مشاركتنا في معرض أربيل الدولي للاستثمار بخلق نمط جديد للسوق العقاري والاستثمار العقاري في إقليم كردستان. نعم. طيب، يعني هذه الشركات أنتم لديكم استثمارات داخل أربيل كما عرفت قبل قليل، كيف تقيمون الاستثمار؟ ما هي التسهيلات المقدمة من قبل حكومة إقليم كردستان؟ في الحقيقة كان للحكومة والكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان دورا كبيرا في مساهمة دفع العجلة الاقتصادية في الإقليم، إضافة إذا رأينا في الأعوام السابقة كان معدل نمو الاقتصاد في إقليم كردستان 7.9 تقريبا من حجم نمو الاقتصاد في الإقليم، وكان عدد الاستثمار الكاش الفلو اللي تدفق في الإقليم كان بحوالي 9 مليارات دولار. هذا رقم جيد بنظرا لمستوى حجم إقليم مثل إقليم كردستان. نعم. طيب، تحدثتم عن رؤيتكم لهذا اليوم في المشاركة، كيف تقيمون المعرض؟ والله إذا رأينا عدد الشركات المشاركة في المعرض نرى أن أغلب الشركات المشاركة هي شركات محلية في الإقليم، هذا يدل على قوة السوق المحلي في إقليم كردستان العراق ورغبة المستثمرين المحليين في دفع العجلة الاقتصادية في الإقليم. نعم. يعني كيف تنظرون إلى حجم الإقبال إلى الاستثمار أو الوحدات السكنية من خلال الاستثمار في إقليم كردستان، سواء على مستوى شعب إقليم كردستان أو على مستوى العراق؟ كانطباع أول، هذه أول ساعتين في المعرض ليس لدينا تقييم حقيقي للإقبال، ولكن كما نرى أن الإقبال جيد جدا، لم يتم حتى الآن أي عمليات بيع بسبب هذه أول ساعة من افتتاح المعرض، ولكن كفيرست امبريشن كانطباع أول الإقبال جيد جدا، وحضور الحكومة وحضور الضيوف والدبلوماسيين هذه كلها عوامل تساعد بدفع نتائج المعرض. نعم. شكرا جزيلا لهذه الإضافة. شكرا دكتور. يعني هذا المعرض سيستمر لمدة 4 أيام من اليوم. بالتأكيد هناك إحصاءات وأرقام تسجل من قبل إدارة المعرض لعدد الحضور إلى معرض أربيل الدولي للاستثمار والعقار في إقليم كردستان، وأيضا هناك رؤية من قبل حكومة إقليم كردستان لتسهيل عمل الشركات داخل أربيل وبقية المحافظات الأخرى بحسب ما ذكره رئيس حكومة إقليم كردستان خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المعرض.